الترومبيت اللي عم بلعب عليها هي ترومبيت شرقية، ترومبيت ربع صوت، هي اخترعها بيي بالستينات، بيي نسيم معلوف، و درس موسيقى كلاسيكية بفرنسا، ولما رجع على لبنان اخترع هالآلة هاي اللي هي هلا ترومبيت، في الواحد يلعب عليها الموسيقى الكلاسيكية، الجاز، وكمان الموسيقى الشرقية. أنا بعمر 17 حبيت ألحق هالطريق اللي فتحها بيي، ودرست مثله بمعهد باريس، معهد العالي، موسيقى كلاسيك، ودرست معه كمان موسيقى شرقية. ولما كنت صار عمري 22 21 22 سنة حبيت أخلق أنا موسيقى جديدة وموسيقتي أنا، وجمعت كل الاشياء اللي بحبها، يعني الجاز، الروك، بوب، ميوزيك كلاسيك كمان، وموسيقى شرقيه، جمعتهم على بعضهم لاقدر اخلق نوع جديد اللي هي الموسيقى اللي بلعبها مع البند تبعي وعلى السيديات تبعي. انا ما عندي رساله معينه بموسيقتي، بس اكيد كلبناني كعربي عندي مسؤوليه، اللي هي انه لما اعمل حفلات وجولات بالعالم وبامريكا وبكندا، فرنسا، اوروبا وهيك، عندي مسؤوليه انه موسيقتي الناس بيسمعوها كموسيقى شخص عربي، وبهالمسؤوليه هي بحب فرج الناس كمان انه احنا كمان اللبنانيه العرب كمان عنا بموسيقتنا وبالفن عنا في حوار، وكمان بتتجدد وبتتطور مع الوقت.